الان فاحنا مركزين على البطوله للواجهه الافريقيه، مازال الوقت ديالها، والواجهه العربيه كذلك. اليوم تنبغي نهني اللاعبين لان ارضيه الملعب ما ساعدتناش، خدات وقت باش تاقلمنا معها، لان الظروف ديال البارح شتيها، ما تدربناش، ما عرفناش فين نمشيو، بقينا خارج الفندق باش ندربوا، وبالتالي ضيعنا الوقت باش اقلمنا مع ارضيه الملعب. ولكن على العموم اللاعبين يستحقوا الشكر والتهنئه على هذا المجهود هذا اللي قدموه اليوم.